احنا اعزائي المشاهدين، يعني احنا يعني زي ما قلت لكم الموضوع مش مقصور في الكاراتيه على يعني الاثنين لعيبه او ثلاثه لعيبه، لا عندنا نجوم، والاستوديو الحقيقه لو يساع اكتر من كده كنا هنجيب. وفي لعيبه يعني من منتخب مصر والنادي الاهلي حققوا ميداليات كمان في البريمير ليج، احنا مش قادرين طبعا، هيكونوا معانا في حلقات اخرى، بس لازم يكون وجود ليهم وجود مع حلقتنا او في حلقتنا النهارده. معانا نهى عزب، خدت برونزيه الكاتا، اهلا بيك يا نهى. ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك، وكنا نتمنى تكوني معانا، ان شاء الله تكوني معانا حلقه ثانيه. الله يبارك في حضرتك ان شاء الله. كلميني عن ميداليتك ومشوارك، كان في البطوله عامل ازاي يا نهى؟ والله احنا كنا في معسكر قبليها تقريبا شهر، وجت البطوله كنا زي تقريبا ما حبيبه قالت، احنا كنا كل يوم الباص بيجي وبنروح، وكان التنظيم بتاعها حلو جدا ككل حاجه تقريبا، كبساط وكتنظيم، وكطبعا عشان كورونا والكلام ده كله ما كانش في حد بيدخل وكده. والبطوله كانت يعني كانت الناس اللي فيها كانت جديده، وكانت بطوله يعني قويه اكيد اكيد. وخليني اقول لك يا نور ان اكيد البطوله دي فرقت معاكي في ترتيبك، يعني ترتيبك بقى كام وكان كام وبقى كام؟ ترتيبي في الرانك يعني؟ اه كان الرانك العالمي كان كام وبقى كام؟ الرانك الجماعي ملوش دعوه بالرانك، الرانك بيتحسب على الفرق. انا لعبت فردي البطوله دي، البطوله دي كانت اول بطوله ليا بريمير ليج العبها فردي، عشان انا سني لسه جاي يعني. انا ممتاز سني جاي، دي اول بطوله شارك فيها بريمير ليج مع الكبار. هايل. انت كام سنه يا نهى؟ انا 17. ما شاء الله، يعني لسه قدامك العمر كتير ما شاء الله، يعني مستقبل واعد، وان شاء الله اكيد هنتكلم معاكي اكيد. وخلي بالك انت كمان اي هشام زميلتك كمان يعني نجحت برضو في نفس الكلام، تاخد ميداليه برونزيه على ما اتذكر، يعني ما شاء الله. ايه اختي كبيره يعني، ايه جابت في الفردي تقريبا مركز خامس. ودي حاجه حلوه قوي عندنا في الكاتا كتقدم، عشان احنا كنا بعاد بقالنا فتره بالنسبه للفردي. برافو. فهي ما شاء الله يعني جابت خامس البطوله دي، واحنا جبنا مع بعض في التيم يعني ثالث برونز. هايل هايل. في تفاهم بينكم من بعض؟ يعني جدا يعني، هي بالنسبه لنا اختنا الكبيره، وهي يعني كابتن الفريق وهي المسؤوله عننا، هي كل حاجه ان شاء الله. يا نهى بكل التوفيق ليكي، وبنشكرك شكرا جزيلا. نهى عزب لاعبه النادي الاهلي الكاراتيه ولاعبه منتخب مصر الكاراتيه، بشكرك. يمكن